السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي صديقتي الغالية. اليوم بغيت نشارك معكم فطائر أكثر من رائع، عجين جد بسيط والنتيجة ديالو رائعة بزاف. كما كتلاحظوا كيجي رطب، كيجي رائع، والحشوة بنينة بزاف. كنتمنى أنكم تشربوا، إن شاء الله غادي تعجبكم. فغادي نبداو على بركة الله تحضير ديال هاد الفطائر القطنية بحشوة جد لذيذة. فاول حاجه خديت هنا 400 غرام ديال الدقيق الابيض الفورس، كندير واحد الحفره هكا وغادي ندير فيها معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، خميره حبيبات، الملح كنحطو على جنب باش ما كيفسد ليش التفاعل ديال الخميره مع السكر. غادي نضيف ايضا واحد 3 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه. غادي ناخذ الماء اللي كيكون دافي وغادي نخلط ديك فهنا رزت المعلقه الرابعه، لان انا عندي 400 غرام ديال الدقيق فدرت 4 ديال المعالق كبار ديال الزيت. فهنا خديت الماء دافي وبديت تنخلط هذيك الخميره مزيان مع داك السكر السنيده حتى يتفاعلوا مع بعضياتهم. في الاخير كنخلط العجين ديالي كامل، كنبقى نضيف الماء بالتدريج حتى تنحصل على واحد العجين اللي كيكون لين. فالعجين ديالنا غادي نخليه واحد شويه يكون خفيف، ماشي خفيف اكثر من اللازم كما غادي تلاحظوا معايا في الفيديو. بالنسبه لهذا العجين شاركت معكم اكثر من مره، راه عجين جد بسيط ولكن النتيجه ديالو اكثر من رائعه. الجميل فيه كيف ديما انه ما كيتسدلكش، غير كنجمع على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. كنجيب واحد العلبه بلاستيكيه كندهنها بواحد شويه ديال الزيت وكنحط العجين ديالي حتى يتضاعف الحجم ديالو. فكما لاحظتوا دائما كنشارك معكم هذا العجين لانه الصراحه جد رائع، ما كنبغيش نغيره ولا نكثر عليكم مكونات اضافيه، والنتيجه كتكون عاديه. اللهم هذا العجين اللي جد اقتصادي والنتيجه ديالو رائعه. غادي ناخذ واحد النجاله غادي نقيها وغادي نقطع المربعات اللي كيكونوا صغارين كما غادي تلاحظوا معايا. فهنا بعد ما حيدت القشره ديالها بالكامل وقطعتها مربعات صغار، غادي ناخذ واحد المقله غادي ندير فيها شويه ديال الزيت وغادي نرد هاد الدنجال ديالي يتشحر مزيان فوق البوطه دائما مع التحريك باش كيتحمر ليا من جميع الجوانب. فهاد الحشوه راه كتجي لذيذه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها. فيمكن لكم ديروا حتى لجوج دنجالات، فانا كانت عندي متوفره غير دنجاله واحده، فراه في العاده يمكن لكم ديروا حتى لجوج دنجالات. ففي نفس المقله حيدت هذاك الدنجال اللي تحمر ليا، درت هنا واحد البصله كبيره واحد الفلفله ايضا حمراء كبيره وغادي نشحرهم مع بعضياتهم حتى تينزلوا. كنزيد عليهم غير كتنزل ليا ديك البصله وديك الفلفله الحمراء، كنزيد عليهم الكبده وكنخليها كتكمل تشحار معاهم. دائما النار تكون عاليه ومع التحرك غادي نضيف واحد تقريبا معلقه صغيره ديال الطماطم المركزه، واحد الفص كبير ديال الثوم، وغادي نخلطو مع هاد الكبده والبصله والفلافل او الفلفله الحمراء. غادي نضيف الملح على حسب الذوق، الابزار، التحميره، راس معلقه ديال الخرقوم ما كنكثروهاش، الحشوه كتجي حمراء، واحد شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الكمون. كما كنعرفوا الكبده كتبغي الكمون والدنجال ايضا كيبغي الكمون، فكنديروا تقريبا واحد نص معلقه ديال الكمون. هنا ضفت القزبر والمعدنوس، واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه، وكنرد هذاك الدنجال اللي شحرت في الاول. كنضيف ايضا الزيتون الاحمر، كيجي لذيذ بزاف الوصفه. الزيتون الاحمر كيتواتى بشكل جد رائع مع الكبده، فكنخلطهم مع بعضياتهم. وكنضيف ايضا زيت الزيتون، لان في الاول كنستعمل غير زيت المائده او الزيت النباتيه. هنا العجين ديالي كيكون تضاعف الحجم ديالو كما كتلاحظوا. غادي ندير شويه ديال الدقيق الابيض وغادي ننزل داك العجين ديالي، وبالمساعده ديال الدقيق الابيض لان العجين ديالنا كما كتلاحظوا راه خفيف، فضروري يكون بهذا القوام هذا باش كيجيو الفطائر ديالنا قطنيين وكيجيو خفافين. فقسمته على جوج، ودائما بالمساعده ديال الدقيق الابيض غادي نبقاو ندير واحد الكميه ديال الدقيق الابيض باش ما يلتصقش لينا العجين على سطح العمل،
ويسهل علينا اننا نخدمه. غادي نسرحوه في هذا العجين هذا، ضروري انكم تسرحوه وترققوه مزيان مزيان حتى تقريبا يبغي يبان لكم سطح العمل، فضروري تبقاو ترشوا مره مره هكا دقيق تحت من العجين باش ما يلتصق لكمش ونرققوه، لان غادي مازال غادي نتنيو العجين ديالنا كما غادي تلاحظوا معايا في الطريقه ديال الطي ديالو، فلهذا ضروري العجين يكون بهذا الرق هذا اللي كتلاحظوا معايا. غادي نقسم هذه الكويره الاولى على 4، فنحاولوا انهم نديروا بواحد الشكل مربع، وكناخذ الحشوه كنحطها هكا بواحد الشكل اللي كيكون مربع. من بعد ما حطيت الحشوه غادي ناخذ الفرماج الاحمر، يمكن لكم تستعملوا فرماج ساندويتش او فرماج ديال المثلات او المربع اللي متوفر عندكم في الاجبان، يمكن لكم تضيفوه من فوق هذه الحشوه. فدرت واحد الكميه مهمه ديال الفرماج كيزيد كيبنن لينا الحشوه. كناخذ الماء وكندهن الحاشيه ديال العجين ديالي كما غادي تلاحظوا على هذا الشكل. كناخذ واحد الموس وكنقطع العجين هكا من الوسط، لهذا انا قلت لكم ترققوا العجين لاننا مازال كنلفوه بهذا الشكل كما كتلاحظوا. فالله فاش كنطويو بحال هكا الله كنحصلوا على واحد الكميه ديال العجين اللي كتجي معتدله. في الاخير كنجيبوا الموس وكنقطعوا دوك الجناب اللي ما كتكونش واصله لهم الحشوه، غير هاد جوج جناب لان الاخرين كيكونوا ملتحمين بلا ما نقطعوهم، كنخليهم ملتحمين. كنهز العجين على هذا الشكل كنلفو، وكتكون ديك البلاصه او دوك الجناب مدهونين بالماء فراه كيلتصقوا مع بعضياتهم وكيلتحموا، وكنقطعوا غير هاد الجناب هادو اللي ما كيكونوش مقادين. طريقه جد سهله وبسيطه وسريعه كنحصلوا على فطائر قطنيه بحشوه لذيذه بالطريقه ديال التشكيل جد بسيطه، لاننا كنلويهم على هذا الشكل كما كتلاحظوا، فضروري ان العجين يكون رقيق باش ما تجيناش العجين اكثر من الحشوه وما يجيوش زوينين. كنجيب واحد صفيحه الفرن اما مفرشه بورق طهي او مدهونه بواحد الدهنه خفيفه ديال الزيت، فمباشره غير كنشكلوهم غادي ندخلوهم للفران، ما يحتاجوش انهم يخمروا لانه كنكتفي غير بديك الخميره الاولى، غير كنساليو التشكيل. كنجيب واحد السكين وكنقطعهم او كنزينهم بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا على شكل خطوط اللي كيكونوا بشكل مائل. الفران في هذا الاثناء راه كيكون مسخن مزيان، كنشعلو عليهم من التحت غير كياخذوا داك اللون الذهبي من التحت، كنعاودو نشعلو عليهم الفران من الفوق. كناخذ واحد البيضه كامله كنطربها وكندهن الوجه ديال هاد الفطائر، فراه كيجيو رائعين. كما لاحظتوا العجين رققتو كنأكد عليها لانه يدخل الفران وغيتنفخ. كناخذ هنا اما زنجلان اما اي حاجه نتوما كتفضلوا انكم تزينوا بها او حبوب الخشخاش كما كتلاحظوا معايا، كتزينوا هكا الفطائر ديالكم كيجيو رائعين بزاف. واحد الملاحظه فاش تخرجوهم من الفران ويكونوا مازالين سخونين فغطيهم بواحد المنديل باش كيرجع عليهم داك الصه ديالهم كيجيو رطيب طبيعي على هذا الشكل كما كتلاحظوا. فضروري من هذه الخطوه لهاد الفطائر كيجيو رائعين بزاف والنتيجه ان شاء الله غادي تعجبكم. فإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم صديقاتي فما تنسونيش من اللايك ديالكم، التعليق ديالكم الايجابيه كنشكركم جزيل الشكر. دمتم بخير، الى اللقاء.